عرف بدمافة خلقه واستقامته في حياته ونصرته للمظلومين. أحب أهل البحرين وانتصر لهم بالكلمة والموقف عبر مشاركته في فعالياتهم التي يقيموها في العاصمة البريطانية لندن للتنديد بالممارسات القمعية للنظام الحاكم في البحرين. قف أيها الإنسان أمام كل ظالم وارفع صوتك، هذا هو الطريق الصحيح. إنه الراحل الدكتور عمرو آل ياسين، سليل تلك العائلة العراقية العريقة التي ارتبطت بنسب بعوائل في العراق ولبنان، ممن أنجبت خيرة العلماء الأعلام في العالم الإسلامي من أمثال عائلتي الصدر وشرف الدين. جدي الأوسط من بين أخوته، شيخ راضي. الأكبر منه الشيخ محمد رضا، أبو شيخ محمد الحسن. أبو شيخ محمد الحسن، وشيخ مرتضى. شيخ مرتضى، لا والله جدي هو الأصغر، فراضي ومرتضى ومحمد رضا، دول ثلاثة ماخذين من آل الصدر، زوجاتهم من آل الصدر. الجيل اللي قبله انعكست المسألة، تلاحظ شلون؟ يعني ثلاث أخوة ماخذين ثلاث خوات، ثلاثة من آل ياسين أخذوا ثلاثة خوات من آل الصدر، وواحد يعني آل الصدر تعرف تاسي محمد، سيد محمد اللي صار رئيس وزراء، أخته ببيتي. كان وفيا لأهل البحرين ونصيرا لثورتهم وحتى آخر أيام حياته، ولم يمنعه تفاقم مرضه من حضور الاعتصامات التي اعتادت المعارضة البحرانية على إقامتها منذ سنوات حتى أصبح ملهما ومعلما. وشخصية مثل شخصية أبو تميم لا يمكن أن يغيب، علمنا أن كل ما كان يقوم به هو أداء للواجب وتحمل للمسؤولية، ونحن حينما ننهض بمسؤوليتنا ونؤدي واجباتنا بالتأكيد نستذكر من علمنا ومن وقف معنا ومن كان عضدا وسندا لنا، فبالتالي أبو تميم حاضر معنا في كل الأوقات. وليس ذلك بغريب على من قضى حياته داعية للعدل والصلاح ومحاربا للظلم والفاسدين، حتى كادت محاربته للفساد أن تكلفه حياته في بيروت التي عمل فيها مدرسا للرياضيات في أحد جامعاتها. صارت حادثة معي، أنا جاي للجامعة وإذا سيارة توقف قدامي، وراي موتور سايكل، قدامي موتور سايكل وراي سيارة، حصروني بالطريق اللي أنت رايح لبيروت مال نفق ماكو، هاي الجامعة، وأنا رايح الجامعة، فنزل واحد من عندهم اللي على الموتور سايكل اللي لابس لي ورا ملثم، واجا وهيم عنده، هيم اجا لزم الهيم وبلش الدق على الجهه اللي بيها راسي، يعني وين الزجاجه، وين المرايه، وين الكذا، كسر لك الجامعه، كسر لك الكذا، وانا الله اعطاني شويه حركه ارتفعت للاخير، بس شنو ضرب؟ هاي انضربت، غابت روحي. ما أعرف القضية هذه، هي أكو احتمالهم بالحقيقة، احتمال سياسي واحتمال من دول المجموعة. سياسي لأن أنا معروف ضد صدام حسين، والموجودين بالجامعة فلسطينيين وغير فلسطينيين من اللي كانوا يموتون على صدام حسين. ومن قبلها كان قد شد الرحالة إلى الجزائر ومنها إلى ليبيا اللتان عمل فيهما أيضا مدرسا للأجيال، بعد أن غادر موطنه الأصلي العراق الذي أصبح العيش فيه لا يطاق، متوجها نحو بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه. قبلت بجامعة ويلز. جينا الويلز، بقينا بيها من سنة 79 إلى 84، نهاية 84. عاد مرة أخرى إلى بريطانيا التي تخرج منها سابقا
ولم يكن يخطر بباله أنه سيسكنها يوما ويموت فيها. استقر في لندن، ومن هنا بدأ رحلة ارتباطه بأهل البحرين الذين شاطرهم أفراحهم وأتراحهم، فكان حاضرا في مناسباتهم الاجتماعية وفي فعالياتهم المناصرة لثورتهم وأهليهم المظلومين في الداخل. وفقدانه أيضا يعني الكثير، بحيث فقدنا رجل كان لا تخلو الساحات وكان لا تخلو المجالس ولا يخلو أي مكان كنا نتواجد فيه إلا وهو حاضر بيننا، فبالتالي كانت هناك علاقة تقريبا يعني أصفها بالروحية مع الأماكن التي يتواجد فيها. لم ينس أبو تميم قضايا الأمة وهي كثر، فكان يسجل حضوره ويترك بصماته في كل مناسبة تقام في لندن نصرة للقدس أو لقوات الحشد الشعبي العراقية التي تخوض معركة تحرير العراق من قوى الإرهاب الظلامية. حتى حان ساعة رحيله، فكان البحارنة أول من حزن لفراقه بعد أهله، مقيمين له مراسم العزاء ومشاركين في مراسم توديعه إلى مثواه الأخير في وطنه العراق مجاورا لأجداده. وما الذي نستطيع أن نعمله سوى أن نكون راضين بقضاء الله وقدره، وأن نخلد ذكرى من أمثال هؤلاء العظماء. رجل يشعر أنه منتسب للإنسانية، للأمة، للإسلام، للتشيع، للعراق، للبحرين. من أكبر منه شأنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. رحل أبو تميم، لكن ذكراه ستظل ماثلة في مخيلة كل من عرفه، وخاصة البحرانيين الذين فقدوا نصيرا لهم في زمن عز فيه الناصر.